برنامج مع خير القرون مع محمد حسنون. أعزائي المستمعين والمستمعات، نلتقي مع برنامجنا مع خير القرون. حديثي معكم اليوم عن فقيه الأمة ومن حفاظ الدنيا الإمام البخاري، واسمه محمد ابن إسماعيل البخاري. قال العلماء: البخاري آية من آيات الله يمشي على الأرض. كان متمكنا بارعا في علم الحديث، حتى قالوا كأنه لم يخلق إلا للحديث. وكان إذا دخل بلدا يزدحم الناس عليه ازدحاما شديدا، ويجتمعون لرؤيته والسلام عليه، ويبالغون في إكرامه. تلقى العلم عن أكثر من 1000 عالم من علماء الحديث. يقول البخاري: كتبت عن 1000 شيخ وأكثر، ورويت عن كل واحد منهم 10,000 حديث وأكثر، ما عندي حديث إلا أذكر إسناده. فإذا كان الأمر كذلك، يكون قد بلغت مروياته بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000,000 حديث. قال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله وأحفظ له من محمد ابن إسماعيل البخاري. وقد اجتمع بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث 7 أيام، وأحب مغالطة محمد ابن إسماعيل البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد اليمن في إسناد الحرمين، فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن. قال النجم بن فضيل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه يمشي، ومحمد ابن إسماعيل البخاري يمشي خلفه، فكلما رفع النبي قدمه وضع البخاري قدمه في المكان الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه. ومع تمكنه في الحديث، كان أيضا متمكنا في علل الحديث ومعرفة الحديث الصحيح من السقيم والضعيف. قال أحمد ابن حمدون: رأيت محمد ابن يحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل، ومحمد ابن إسماعيل البخاري يمر فيه مثل السهم، كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وجاءه الإمام مسلم المعروف صاحب صحيح الإمام مسلم، وهو من أنجب تلاميذ الإمام البخاري. جاء الإمام مسلم إلى البخاري وقال له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. أما كتابه المعروف صحيح البخاري فسأتحدث عنه بعد الفاصل. برنامج مع خير القرون مع محمد حسنون. أعزائي المستمعين والمستمعات، من أشهر كتب الإمام البخاري الصحيح المعروف بصحيح البخاري. يقول محمد ابن إسماعيل البخاري: صنفت الصحيح في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى، وما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعتين، وما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح، وتركت من الصحيح كي لا يطول الكتاب، أي تركت الكثير من الأحاديث الصحيحة حتى لا يطول الكتاب. ومما لا يعرفه الكثير عن الإمام البخاري أنه كان يحب الصيد، وكان بارعا في رمي السهام. قال محمد بن أبي حاتم: كان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلمني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا 2 مرات، فكان يصيب الهدف في كل ذلك، وكان لا يسبق. وكان رحمه الله عابدا قانتا لله،
فقد كان يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل 3 ليال بختمة. كان يصلي ذات ليلة فلسعه زنبور 17 مرة، فلما قضى الصلاة قال: انظروا أي شيء آذاني. قالوا فنظروا في ظهره فرأوا آثار لسع الزنبور وقد تورم جسده، فقالوا له: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما شعرت بلسعه؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. جزى الله الإمام الحافظ المتقن الفقيه محمد ابن إسماعيل البخاري عن أمة محمد خير الجزاء بما حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى بها أشد العناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.